بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 80 من سلسلة فيديوهات الـ CCNA Routing and Switching 200-120. في هذا الفيديو راح ناخذ احنا تكلمنا في الفيديو السابق عن ستة اعدادات وخطوات لازم نقوم فيها لكي نحمي جهاز السويتش من الهجمات الداخلية، وتعتبر هذه الست خطوات تعتبر خطوات اساسية في عملية حماية السويتش. القينا نظرة وشرحنا الاعدادات، والان ان شاء الله في هذا الفيديو راح نطبق هذه الاعدادات على برنامج الباكيت تريسر. نروح على برنامجنا الباكيت تريسر، راح نقوم بإضافة جهاز السويتش. طيب، أول خاصية تكلمنا عنها اللي هي إلغاء خاصية التفاوض من منافذ السويتش، فهذا راح يتم عن طريق الشكل التالي. راح ندخل على Enable، بعد كذا Configuration Terminal. ممكن لو حبينا نشوف المنافذ مثلا نكتب show ip interface brief. تمام، مثلا انا حبيت ان الفاست ايثرنت، نروح على الكونفيجريشن تيرمينال. حبيت ان الانترفيس فاست ايثرنت 01 يكون فقط متصل مع جهاز كمبيوتر، فراح ادخل عليه، راح اكتب الامر switch port mode access enter. بعد كذا راح اكتب امر عدم التفاوض، واللي هو راح يكون switch port no negotiate، لا تفاوض. ممتاز، بعد كذا اخرج واحفظ الامر copy running config running config startup config. ممتاز. طيب انا الان لو قمت باحضار بي سي وقمت بربطه بالانترفيس فاست 01، المفروض انه راح يشتغل بشكل طبيعي. ممتاز، حتى خليه بس ينتهي من عملية البورت ستيج اللي هي مراحل التحول المنفذ من بلوكينج الى فوروردينج. بعد كذا نكتب الامر شو انتهى. طيب شو اي بي انترفيس بريف، لاحظوا معايا الفاست ايثرنت 01 اب اب. طيب ايش معنى الاب الاولى وايش معنى الاب الثانيه؟ دائما كل المنافذ اللي في سيسكو سواء راوترات سويتشات فاير وولز، دائما راح نلاقي المنفذ مثلا يا اما اب اب او داون داون او داون اب. الاب الاولى تعني الحاله الفيزيائيه ويشار اليها الستاتس. تمام، الاب الاولى يعني حالة المنفذ الفيزيائية، هل هو مربوط مثلا بالكيبل الصحيح او لا، هل الدبلوكس مثلا تعمل بالشكل الصحيح، مثلا هاف دبلوكس مثلا او فول دبلوكس في كلا الجهتين، مثلا السرعة المنفذين مثلا هل هي مناسبة. البروتوكول هي الاعدادات، فاذا كان في اعدادات مثلا انه تم اغلاق المنفذ مثلا، فهنا راح يبان انه في داون من ناحية الاعدادات، وهنا من ناحية الحالة الفيزيائية. تمام، هذا المقصود بالأب أب. طيب الآن أنا راح أقوم مثلا بإحضار جهاز سويتش. تمام، راح ألغي الكيبل اللي يربط فيما بين البي سي وجهاز السويتش، وأقوم بإحضار كيبل كروس أوفر كيبل لأنه راح يربط فيما بين جهازين متشابهين. راح اربطه بالفاز 01 وخليني اشوف ايش اللي راح يحصل. المفروض الوضع الطبيعي انه ما يقبل، بس خلينا نشوف. طبعا العملية راح تاخذ 30 ثانية.
طيب المفروض انه ما يشتغل المنفذ، بس الظاهر عشان احنا بنشتغل في باكيت تريسر، فالعملية بتبقى مش دقيقة. في الأصل المفروض ما تحصل عملية تفاوض وما يتم قبول اتصال الجهاز سويتش، هذا في الحياة العملية. لكن هنا عشان انتو عارفين هذا باكيت تريسر، يعني كويس اساسا انه بينفذ الاعدادات اللي احنا بنحطها، ممكن العملية المتقدمة هو ما بينتبه اليها. طيب اذا النقطة الاولى اننا حولت المنفذ show running configuration، هذا هو المنفذ الفاس ايثرنت 01، حولته الى access وبالتالي ما راح يشتغل الا مع أجهزة الكمبيوتر، وحولته إلى no negotiation، ما راح تحصل عملية تفاوض فيما بين المنفذ، وبالتالي أبدا ما راح يتحول إلى trunk. طيب الخطوة الثانية من ناحية تأمين جهاز السويتش، اللي هي إنشاء فيلان على السويتش وتوسيع منافذ السويتش فيما بين الفيلانز. لو كتبنا الآر show فيلان، تمام، لرؤية الفيلانز اللي لدينا، لاحظوا معايا جميع المنافذ الموجودة على السويتش عندنا 24 منفذ فاس ايثرنت، وعندنا منفذين جيجا ايثرنت. كل هذه المنافذ تنتمي الى فين؟ الى الديفولت الفيلان واحد. عندي طبعا 1002 1003 1004 1005، هذه كلها فيلانز منشأة باي ديفولت، في الغالب ما بنستخدمها. طيب الخطوة الثانية ان انا اقوم بانشاء فيلانز، طبعا هذا امنيا خطا، لان كذا جميع الاقسام الخاصه بالشركه راح تكون البيانات تبعها مع بعضها البعض، يعني لو حصل اختراق راح يحصل اختراق على جميع الاقسام مش على قسم معين. هذا بالنسبه الامنيا. بالنسبه حتى لاداء الشبكه راح يكون بطيء، لان لو عندك انت ال 24 جهاز كل مثلا في داخل فيلان واحده راح يكون مجال بث واحد، فراح يؤدي الى بطء للشبكه. طبعا لما نيجي نقسمها الى فيلانز راح نلاحظ ان في سرعه واداء احسن، لان احنا قسمنا مجال البث الواحد الى عدد من مجالات البث ولكن باحجام اصغر. فمثلا عمليه انشاء الفيلانز كلنا عارفينها، راح ندخل على الكونفيجريشن تيرمينال وراح نكتب مثلا فيلان 100 ونيم، نعطيها مثلا قسم الاتش ار، وبعد كذا نقوم بعمل exit خروج من الفيلان، وبعد كذا مثلا ندخل على الانترفيس. لو عندي مجموعة من المنافذ راح اكتب كلمة range مثلا fast ethernet من 01 مثلا حتى مثلا 20 كمثال، راح اضمها في داخل الفيلان عن طريق الامر سويتش بورد اكسس فيلان 100. ممتاز اكزيت. لاحظوا معايا لو كتبنا الامر شو، طبعا نخرج ندخل على الانيبل مود، ولو كتبنا الامر شو فيلان، لاحظوا معايا تم عملية تقسيم للمنافذ. عندي هنا المنفذ 100، عندي من 1 لحد 20، عندي المنفذ فاست 21 22 23 24 كلها، وعندي الجيجا 01 وجيجا 02 كلها موجودة في الديفولت فيلان اللي هي الفيلان 1. طيب ممتاز. النقطة الثالثة عدم استخدام الفيلان واحد، ليش؟ لأنها ديفولت صح، وأي شيء ديفولت بيسبب لنا مشكلة إنه يكون معروف للجميع والمخترقين بيكونوا عارفين الديفولت، وبالتالي أول ما بيحاولوا إنه مثلا يخترقوا شيء معين بيبدأوا بالديفولت اللي موجود. لذلك إحنا دائما ننصح بعدم استخدام الفيلان واحد. طيب هل نحذفها؟ لا ما راح نقدر نحذفها لأن هي الديفولت الموجود عندنا وهي غير قابلة للحذف أو التعديل. بس اللي راح نسويه راح نخليها غير مستخدمة من خلال ان كل المنافذ الموجودة لديها، راح مثلا نقول configuration terminal احنا
احنا في الكونفيجريشن تيرمينال. المنافذ هذه الموجوده مثلا، خليني اول شيء انشئ فيلان 200 مثلا. عندي قسم اخر اللي هو سيلز، فراح اعطيها اسم نيم سيلز المبيعات، بعد كده اكزيت، بعد كده راح ادخل على المنافذ اللي هي انترفيس رينج، عندي من 21 021 حتى عندي 24 انت طيب خليني اكتب الامر بالطريقة الصحيحة، انتر فيس رينج فاست ايثرنت من 0/24 عندي سلاش 21 حتى 24 سويتش بورت اكسس فيلان 1 عفوا لا فيلان 200 انتر. عندي بعد كذا المنافذ اللي هي الجيجا انترفيس رينج جيجا ايثرنت، عندي من 0/1 حتى 2، راح اكتب الامر اللي هو سويتش بورت اكسس فيلان 2 200 انتر، بعد كذا اند. الان لو كتبت شو فيلان، لاحظوا معايا الديفولت اصبح لا يوجد فيها اي منفذ من المنافذ التابعة اليها، وبالتالي احنا بكذا نكون عطلنا الفيلان 1، وهذا هو المطلوب. تعطيل الفيلان 1 واغلاقه يكون عن طريق عدم ضم اي منفذ، او لا يوجد اي منفذ يكون موجود في ضمن الفيلان 1. طيب ممتاز. الان خلينا نفترض التالي، طبعا راح ننتقل للخطوة الخطوة الأولى اللي هي إلغاء خاصية التفاوض عملناها، الخطوة الثانية اللي هي إنشاء الفيلانز عملناها، الخطوة الثالثة اللي هي عدم استخدام الفيلان 1 عملناها، الخطوة الرابعة الآن أمنيا اللي هي إغلاق منافذ السويتش الغير مستعملة ووضعها في داخل فيلان غير مستعملة. تخيل معايا أن أنا عندي مثلا مجموعة من السويتشات مجموعة من المنافذ الموجودة على السويتش، هذه المنافذ غير مستخدمة تعتبر زيادة. طيب حتى يتم استخدامها مستقبليا عند التوسع ما ينفع يتم تركها كذا عشان اي جهاز ممكن يتصل عليها ويدخل على الشبكة. اللي راح نسويه كالتالي، اول شيء راح نروح على الكونفيجريشن تيرمينال، بعد كذا راح ننشئ فيلان مثلا فيلان 300 انتر، بعد كذا راح اكتب اعطيها اسم عشان اكون عارفها اللي راح يكون نيم ان مثلا يوزد بورت او انترفيسز. ممتاز انتر، خلاص انا كذا عرفت ايش هي 300، انها تسمى الان يوزد انترفيسز يعني المنافذ الغير مستعمله. واروح مثلا للمنافذ الغير مستخدمه، خلينا نفترض مثلا عندي المنافذ اللي هي الانترفيس فاست ايثرنت من 0/15 حتى مثلا 20، هذه موجودة في قسم الـ HR. خليني interface range fast ethernet من 0/15 حتى 20 enter. هذه المنافذ موجودة في قسم الـ HR ولكن لا يتم استخدامها، فراح نضيفها، راح نحولها من الـ HR إلى الـ unused interface. نكتب الامر switch board access فيلان اللي هي 300 انتر. ممتاز. الان لو رحنا على enable mode وكتبنا الامر show فيلان، لاحظوا معايا عندي هنا الواحد ما فيها اي منفذ، الاتش ار عند المنافذ التابع له، السيلز في المنافذ التابع له، وعندي 300 اللي هي ان يوزد انترفيس. بمجرد النظر اعرف ان 300 تابعه بتحتوي على المنافذ الغير مستخدمه في داخل السويتش، واللي هي عندي من 0/15 حتى
2026. ممتاز. طيب الخطوة الخامسة لتأمين جهاز السويتش اللي هي تفعيل خاصية البور سيكيورتي، وتقوم بالشكل التالي. راح ندخل مثلا على السويتش على الكونفيجريشن مود، بعد كذا راح نحدد المنفذ اللي نبغى نطبق عليه خاصية السويتش اللي هي البورت سيكيورتي. الانترفيس مثلا فاست ايثرنت 01 مثلا، بعد كذا راح اكتب الامر اللي هو اللي يحدد فيه عدد الاجهزة الاقصى اللي ممكن يتصل بهذا المنفذ، راح يكون من خلال السويتش بورت. بعد كذا راح اكتب بورت سيكيورتي ماكسيمم، خليني اشوف العدد الاقصى اللي ممكن يدعمه. طبعا كل جهاز سويتش حسب امكانياته. هنا عندي السويتش يدعم حتى 132 جهاز، 132 جهاز يتصلوا على منفذ السويتش الواحد، تمام، كعدد اقصى. انا طبعا هذه تعتبر مشكلة امنية، هي تعتبر ميزة زي ما ذكرنا، يمكن نستخدم جهاز هب ويفيدنا الموضوع بدل ما نحضر جهاز سويتش، لكن هي في نفس الوقت تعتبر ميزة او ثغرة امنية ممكن استغلالها بتركيب اجهزة غير مصرح فيها. فعندها راح اكتب الامر سويتش بورد بورد سيكيورتي ماكسيمم. انا عندي مثلا جهاز واحد، خلاص راح اكتب رقم واحد، فبالتالي لا يسمح هذا المنفذ باتصال اكثر من جهاز واحد. كذلك من البورت سيكيورتي انا ممكن احدد الماك ادرس المسموح فيه بانه يتصل بهذا المنفذ دون سواه، فراح اكتب مثلا الامر سويتش بورت اللي هو سويتش بورت، بعد كذا بورت سيكيورتي، بعد كذا الماك ادرس. بعد كذا لو حطيت علامة استفهام عندي طريقتين، اما اكتب الماك ادرس او اختار الاستيكي. غالبا في الشبكات الكبيرة حتى الصغيرة والمتوسطة انا ما راح ادوخ نفسي واكتب الماك ادرس، انا راح اكتب استيكي واتأكد انه كل جهاز راح يتم ربطه بالمنافذ راح يكون هو الجهاز المطلوب، بحيث راح يتم تسجيل الماك ادرس الخاص فيه في داخل الماك ادرس، ويصبح هو فقط المصرح له بالاتصال بهذا المنفذ دون سواه من الاجهزة الاخرى. طيب بعد كذا راح احدد الفايوليشن، راح احدد الاجراء اللي راح ياخذه البورت سيكيورتي في حال ان جهاز اتصل بالمنفذ وغير مطابق للشروط، لا من ناحية العدد مثلا كانوا اكثر من جهاز، او بماك ادرس مختلف عن الجهاز المصرح له. فعند ايش راح يكون الاجراء؟ راح نحدد الاجراء عن طريق السويتش بورت بورت سيكيورتي، بعدين راح نكتب الامر فايوليشن، وبعد كذا لو حطينا علامة استفهام عندنا ثلاثة اللي هي البرودكت الريستريكت الشت داون. تكلمنا ان البرودكت هي تعني انه راح يقوم بتجاهل هذا الاتصال العملية الجهاز المتصل وما راح يستجيب لي حتى يتم فك الجهاز يعني قطع الاتصال الجهاز الغير مصرح له، وإذا رجع الاتصال مع الجهاز المصرح له عندها سوف يتم قبول الاتصال. عندنا الريستريكت نفس البرودكت لكن راح تقوم بتسجيل محاولات او عدد المخالفات اللي حصلت على المنفذ بحيث اللي يكون مهندس الشبكة على اطلاع فيها. الامر الاخير اللي هو الشت داون انه راح يتم اغلاق المنفذ، فمثلا ممكن نكتب الامر شت داون. ممتاز. طيب خليني اعمل تجربة صغيرة، وان كان الباكت تريسر دائما بيخجلني معاه. لو رحنا على المنفذ اللي هو مثلا البي سي هذا وشبكنا على الفاست 01، المفروض طبعا بعد انتهاء 30 ثانية انه خلاص يشتغل هذا الجهاز، وانه راح يتم تخزين الماك ادرس الخاص بهذا الجهاز في داخل السويتش. ممتاز. طيب راح انا اللي بدي اسويه هي كتجربة، عندي هذا هو الماك ادرس تبعه، هو هذا اللي هو اخره CA9، شايفينه في الاخير هنا في اليمين اقصى اليمين CA9. لو قمت انا باحضار جهاز اخر، انا حددت الامر شت داون صح وخلعت هذا ورحت شبكته مع السويتش، خلينا نشوف هل المنفذ راح يقفل أو لن يقفل. طبعا هنا عندي الماك ادرس مختلف، هنا 9A وهنا A9،
فالمفروض ان هذا المنفذ راح يحصل له عملية شت داون. هذا في الحياة الطبيعية مع الأجهزة بشكل طبيعي. لكن خلينا نشوف هنا إذا كان السيميليتور راح يسوي لي العملية هذه أو لا. طيب المفروض أنه ما يسويها، بس زي ما قلت لكم الباكت تريسر لما تحطه في الامتحان بيخيب. سويتش شو اي بي انترفيس بريف. طيب طبعا في مع الأجهزة الحقيقية فعليا راح يتم رفض هذا الاتصال وما راح يتصل، وراح يتحول المنفذ الى شت داون، وراح ينتظر انه مهندس الشبكة هو اللي يدخل ويقوم بعمل اب للجهاز عن طريق كتابة الامر نو شت داون. ممتاز. الخطوة السادسة والأخيرة واللي هي اللي راح نتكلم عنها كبيسك لتأمين جهاز السويتش، واللي هي وضع كلمات السر على جهاز السويتش وجعلها مشفرة. فعندنا مثلا راح ندخل على الكونفيجريشن مود، عندنا مثلا اللي هي منفذ الكونسول، راح نكتب لاين كونسول زيرو مثلا، هو اصلا ما في الا زيرو يعني واحد منفذ. طيب بعد كذا راح نكتب الباسورد تبعه مثلا 123 مثلا. بعد كذا لوجن، بعد كذا خلاص راح اخرج من المود الفرعي الخاص بالانترفيس كونسول او المنفذ كونسول. بعد كذا عشان اشفر كلمة السر الخاصة بالكونسول راح نكتب ايش؟ راح نكتب الامر السيرفس باسورد انكريبشن انتر. بعد كذا راح اكتب الامر اللي هو الخاص ب وضع كلمة السر الخاصة به الانيبل، واللي راح تكون مشفرة عن طريق الامر انيبل سيكريت مثلا 456 انتر. ممتاز. الان لو خرجت من الكونفيجريشن مود وذهبت الى الانيبل مود وكتبت الامر شو رننج كونفيج، لاحظوا معايا بيوريني ان الانترفيس 01 ايش الاعدادات الموجودة فيه، مثلا انه هو منضم الى الفيلان 100، بيوريني انه هو يعمل بالمود اكسس، بيوريني اعدادات البورت سكيورتي اللي هي انه السويتش بورت غير لا يتفاوض، وعندي هنا لا هذه مش البورت سكيورتي، هذا انه لا يتفاوض، وعندي هنا سويتش بورت سكيورتي. عدد الماك ادرس، هو طبعا طريقة تسجيل الماك ادرس هي بطريقة الاستيكي. بيوريني هنا كل منفذ ايش هي الفيلان اللي منضم اليها. هنا يوريني ان الكونسول زيرو عندها باسورد مشفرة، عندي في الاعلى الانيبل باسورد ومشفرة بالام دي 5. هذه كانت هي الخطوات الخمسة اللي من خلالها نقوم بتأمين جهاز السويتش، اللي تعتبر ست خطوات اساسية لتأمين جهاز السويتش. طبعا هذه الخطوات هي اللي بيتكلم عنها منهج السي سي ان اي. هل معناته ان احنا كذا خلاص وصلنا الى كامل اعدادات الحماية؟ لا طبعا، على بالنسبة لحماية السويتش فقط يعني لسه في مواضيع كثيرة اخرى غير هذه المواضيع راح نتدرج فيها كل ما يعني وصلنا لمستويات اعلى زي السي سي ام بي سي سي اي. بعد كذا في منهج خاص بالسكيورتي اللي هو سي سي ان اي سكيورتي، سي سي ام بي سكيورتي، سي سي اي سكيورتي، بيوصلك لمستويات عالية جدا في عملية حماية جهاز السويتش وتطبيق اعدادات من خلالها نقوم بحماية جهاز السويتش، واللي من خلاله بنحمي الشبكة المحلية. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، والذي اتمنى انه يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم، وحتى القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.